كما أكد الرئيس السيسي أن وطننا مصر يسير على الطريق الصحيح بإرادة وطنية صلبة لا تبتغي إلا الصالح العام ولا تضع نصب عينها إلا التطلعات نحو الحياة الكريمة والمستقبل الآمن المزدهر. وأعرب الرئيس السيسي عن ثقته بأن مصر ستعبر الأزمات الدولية الراهنة بانعكاساتها المحلية، وسوف تواصل بلا توقف مسيرتها نحو البناء للدولة المتقدمة والوطن الآمن. شعب مصر العظيم، إن وطنكم يسير على الطريق الصحيح بإرادة وطنية صلبة لا تبتغي إلا الصالح العام ولا تضع نصب عينها إلا تطلعاتكم نحو الحياة الكريمة والمستقبل الآمن المزدهر. وكما عبرت مصر الصعاب على امتداد تاريخها العريق، فإن ثقتي كاملة بأنها ستعبر الأزمات الدولية الراهنة بانعكاساتها المحلية وستواصل بلا توقف مسيرتها نحو بناء الدولة المتقدمة والوطن الآمن والمجتمع المستقر النابض بالحياة، وهي الآمال الكبرى التي يتطلع إليها المصريون وأتطلع إليها معهم، وسيكون التوفيق بإذن الله حليفنا. شعب مصر الأبي الكريم، في الختام، لا يسعنا بينما نتحدث اليوم إلا أن نذكر العظماء من أبطالنا الذين ضحوا بحياتهم من أجل أن يمنحونا هذه النغمة الغالية، نعمة الوطن التي نحمد الله عليها ليل نهار. نتذكر شهداءنا الأبرار من أبناء الشعب في القوات المسلحة والشرطة، ونقول لأسرهم وزويهم إن أبناءكم أحياء عند ربهم يرزقون.